أكد الرئيس السوري بشار الأسد أنه لا يستبعد تدخلا عسكريا أمريكيا في بلاده، رغم انتقال المناقشات إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تفكيك هذه الأسلحة الكيميائية. وأوضح الأسد أن الإشارة الواردة في مسودة القرار الأممي باللجوء إلى الفصل السابع لا تقلق سوريا، لأنها ملتزمة بالاتفاقيات التي توقعها. أكد الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع القناة الفنزويلية تيليسور أن خطاب نظيره الأمريكي في الجمعية العامة مليء بالادعاءات والتزوير، موضحا أن سياسة واشنطن لم تتغير، ما يعني أن احتمال العدوان على سوريا قائم، مشيرا إلى أن السياسة الأمريكية تنتقل من عدوان إلى آخر بحجج مختلفة. واعتبر الرئيس السوري أن ما قامت به واشنطن عبر هذه العقود يناقض مصلحتها كدولة عظمى تستطيع أن تحقق هذه المصالح بالاحترام المتبادل بدلا من نشر الإرهاب والدمار، مشددا على أن سوريا مستقلة ولا يمكن للولايات المتحدة أن تحدد للسوريين من يحكمهم. وأضاف الأسد أن ما نريده من الولايات المتحدة هو أن لا تتدخل في شؤون دول العالم، وعندها سيكون العالم بكل تأكيد أفضل. وشدد الأسد على أن الموقف الإيراني موضوعي من الأزمة السورية، لأنها تعرف حقيقة ما يحدث في سوريا وتداعياته الإقليمية. وأوضح الأسد أن الحديث عن الفصل السابع لا يقلق دمشق، مشيرا إلى أن سياسة واشنطن منذ بداية الأزمة بنيت على الأكاذيب، وازداد التزوير بعد طرح موضوع الكيماوي في سوريا، ولم تقدم هذه الإدارة أي أدلة على ادعاءاتها. وأكد الأسد أن سوريا ملتزمة بكل الاتفاقيات التي توقعها، موضحا أن التوازنات الجديدة في مجلس الأمن لم تعد تسمح لأمريكا باستخدام المجلس كأداة لتحقيق أجندتها الخاصة. وأكد الأسد أن لسوريا مصلحة في قدوم بعثة المفتشين ودعم مهمتهم من أجل تحديد حقيقة استخدام المواد الكيماوية، مشيرا إلى وجود أدلة على استخدام الغازات السامة في خان العسل أخذتها الحكومة السورية من عينات التربة ومن المصابين وبقايا القذائف، إضافة إلى اكتشاف الجيش السوري لعدة مخابئ فيها حاويات كيماوية. وأوضح الأسد أن هذه الأدلة قدمت لموسكو قبل مجيء البعثة الأممية. وشدد الرئيس السوري على أن العمل السياسي يتطلب وقف الإرهاب المدعوم إقليميا وإسرائيليا ووقف تسلل المسلحين من دول الجوار. بنفس الوقت لا بد من حوار بين السوريين حول النظام السياسي وطرحه للاستفتاء الشعبي، مؤكدا على أن مؤتمر جنيف هو واحد من المحاور السياسية المهمة ويحقق فرصة للحوار بين مختلف المكونات السورية، لكنه لا يعوض الحوار الداخلي في سوريا. واختتم الأسد قوله بأن مستقبل المنطقة السياسي مرتبط بما يحصل في سوريا.